مش عارف اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط. قبل كده كنت هتسبب في كارثة وانت لحقتني. المرة دي مش مجرد سرقة قطعة أثرية، الحكاية أكبر بكتير. انت مستني رد عليك يا يحيى؟ اتروعة! بيحصل لي ده؟ أنا هربان من مشكلة في الواقع عشان أجي مكان مش هعرف أخرج منه؟ يحيى، طبعاً عاوز تعرف أنت فين وبتعمل إيه هنا؟ أنا عاوز أعرف فين الملك رمسيس الثاني. بلاش، فين سينو؟ الملك طبعاً موجود، وسينو كمان، لكن سينو ما يقدرش يوصل لهنا. سحره يخليه يدوب موجود في عصر الأسرات، لكن أنا أقدر. ازيك يا يحيى، انا نبت حوت. تقدر تقولي نونيا؟ نونيا ده اسم الدلع بتاعي. ماشي، بس احنا هنا فين؟ شايف النجوم دي؟ ها، كل نجمه فيهم عصر من العصور اللي مرت على كمد او مصر زي ما بتسموها دلوقتي. كلمه السر اللي معاك يا يحيى هي اترعة، يعني النهر العظيم، النهر اللي بيعتبر أقدم نقطة في الماضي وأبعد نقطة ممكن توصلها في المستقبل. كلمة السر هتفضل معك، مش بس عشان تعرف تاريخك. أنا مش فاهم حاجة. طول الفترة اللي فاتت وانت بتثبت حبك وولائك لبلدك، وحتى لما كنت بتغلط كنت بتصلح غلطك ودفعت عن تاريخك وتاريخ بلدك ضد اللصوص ومزورين التاريخ. أنا أضحي بحياتي عشان بلدي. وعشان كده يا يحيى كلمة السر هتفضل معك، مش بس عشان تعرف تاريخك، لا كمان عشان تدافع عنه. انت دلوقتي حارس من حراس الزمن وبوابات التاريخ الأمناء. اهلا بيك في أرض الحكايات يا يحيى. أرض الحكايات؟ حارس من حراس الزمن وبوابات التاريخ؟ تقصدي اني نجحت في حراسة تاريخ بلدي؟ الثانية اللي بتعدي ما بترجعش وبتبقى تاريخ، وكل ما الزمن بيمر التاريخ بيكبر وتفاصيله بتكتر، سواء كانت نجاح أو سقوط، خير أو شر، والأجيال هي اللي هتحكم مين ضحى ومين خان. لكن مش هنغير التاريخ ونسيبه في إيد ناس تلعب فيه، وحارس الزمن وبوابات التاريخ هو اللي هيحافظ على تاريخه زي ما انت حافظت قبل كده يا يحيى. بس أنا كنت جاي عشان حاجة تانية خالص. انت مطلوب منك مهمة محددة، صح؟ عرفتي ازاي؟ انت متخيل انك لوحدك يا يحيى؟ كلمة السر زي ما انت بتحافظ عليها هي كمان بتحرسك. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.